عن جد قوية. سباق التحدي للسيدات الذي نظمته جمعية بيروت ماراثون برعاية السيدة الأولى وفاء سليمان بلغت مسافته 10 كيلومترات للعداءات المحترفات وكيلومترا واحدا للأمهات مع أولادهن، بالإضافة إلى سباق 5 كيلومترات لفئة ذوي الحاجات الخاصة وسباق مماثل للمرح. وبلغ عدد المشاركين أكثر من 8000 عداء من لبنان وخارجه. لما السيدة عندها القدرة إنها تركض بنفس الوقت بخلال مشاركتها بالخمسة كيلومتر، أصبح هناك السيدات بأعمار مختلفة عم بيركضوا لا يضووا على رسائلهم اللي هي إنسانية بامتياز، اللي هي إبراز دور المرأة وقوة المرأة بالمجتمع المدني، والرسائل عديدة إن كان بالنسبة للعنف يلي لازالت المرأة اللبنانية بتواجهه، المطالبة بجنسيتها وبنفس الوقت الكوتا. والسنة 2014 رح بيكون في هناك سباق بستي أبريل يلي تحت عنوان عن جد قوية، وكمان رح بيكون له مشاركة عربية ودولية. عندك 5-6 عداءات ما توقعنا يعملوها بال 43 وال 44 دقيقة، توقعنا انه من 46 وطلوع، يعني وفروا 3 دقائق. انا ركبت المسار وشفته فيها طلوع وفيها يعني كواع وطلعات قوية، وبالفعل يعني لما استحدثتها للسباق الست مايل خليل حتى تعمل لهم اياها عن جد قويه، ويعرفوا العالم انه السيدات مش بس الرجال بيقدروا يردوا هيك سباقات. كانت كثير حلوه، وصراحه انه كثير حلو انه نحن كلنا بنات عم نركض، ورانينج فور تو ماني كوزز بالاساس مش كل كوز وحده. يا ريت يعملوا اكثر نشاطات خاصه بالرياضه، يهتموا اكثر بالرياضه بلبنان. And the spirit is amazing، يعني من كل شيء. في مره كنت ماسكه بوستات وعم بتجرب الحماس كان فيه، وكل شيء everything دعم النساء، وانه الجيش حتى كان كان I ran in the Beirut marathon when I was 6 months pregnant with her 2 years ago, and I wanted to bring her back to run in the أنجادوية. And I love the marathon. I think running can change the world. حياته الواحد ما يستسلم لشيء، لازم الواحد يعرف يتأقلم مشان يعيش، ونحن على الكرسي بس نحن عايشين، وبدنا نخلي كل العالم هي تعرف لحالها كيف تيجي تساعدنا، نحن بدنا نفرض حالنا نكون موجودين بيناتهم. بقولوا انزلوا حتى تثبتوا حالكم، حتى تبين المرأة أكثر، حتى تاخذ حقوقها أكثر، حتى يصير في للبنت المعاقة حقوق أكثر، لأنه هي أكثر وحدة مش واصلة لحقها. حابة صراحة الجيل اللي